جات لي كومنتات كتيرة منكم في الفيديو اللي فاتت، منها اللي كان بيشجعني جدا، وفي منها شوية أسئلة هنرد عليها في آخر الفيديو. وبما إن مؤتمر أبل الـ WWDC أو زي ما بيقولوا الـ WWDC عدى عليه أسبوعين تقريبا، فجمعت لكم أهم الحاجات اللي كانت في المؤتمر دوت. وبعد فترة تقريبا أسبوعين دول شفت آراء الناس اللي استخدموا نسخة البيتا وشوية فيتشرز كانت مستخبية ما اتقالتش في المؤتمر. بعدين هنتكلم عن شوية أخبار حماسية جدا وتسريبات عن الأيفون 12، وأخيرا الإعلان عن ميعاد السحب بتاع الجيف أواي بعد ما كسرنا الـ 500 سبسكرايبر. الفيديو ده أنا متحمس له جدا بصراحة، وأظن إن في ناس كتيرة متحمسة له زيي. وبما إن الفيديو بتاع النهاردة حماسي جدا، فما تنساش في أول فيديو كده تدوس لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوز الجديدة. يلا بينا نبدأ. ازيكم يا جماعه، معاكم طارق من تك بيرد. طبعا الفيديو ده اتاخر شويه زي ما قلت لكم في اول كومنت في الفيديو اللي فات لاني كنت تعبان شويه، بس الحمد لله بقيت احسن دلوقتي. وخلينا نبدا باول حاجه كانت في المؤتمر، وهي الاي او اس 14، واللي بعديها تقريبا جزء كبير من استخدام الايفون اتغير. فالموضوع محمس جدا سواء كنت ابل فان بوي او لا. واحد من الحاجات اللي كانت بتخنق تقريبا وانت بتستخدم اي ايفون ان انت ما كنتش تقدر تحط ويدجتس في الهوم سكرين بتاعتك، فالموضوع كان بيبقى خانق شويه بما ان الوول بيبر بتاعتك بتبقى ثابته والايكونز ممله قوي. بس بعد الاي او اس 14 بقى الموضوع عملي اكتر ومريح لعينك اكتر، يعني تقدر تحط ويدجتس براحتك بالسايزز اللي انت عايزها. ولمسه ابل هنا والروشه جدا هي السمارت ستاك، لو انت مش عايز من الخلفيه بتاعتك انك تقدر تحط 2 ويدجتس او اكتر فوق بعضيهم، فده بيسهل عليك جدا. بدل ما تحط مثلا الكالندر والنوتس جنب بعض فبياخدوا مساحه كبيره في الشاشه، فانت ممكن تحط الاثنين في السمارت ستاك. واخيرا حاجه كانت المفروض تبقى موجوده من سنين اصلا، وهي الاب لايبرري، او زي في اندرويد الاب درور او درج التطبيقات. بقى عندك كل حاجه دلوقتي متعلقه ببعض فولدر معين، وهتلاقي على الشمال من فوق مثلا في سجشنز، لو انت بتستخدم ابلكيشن معين مثلا هيرشح لك ايه الابلكيشن اللي ممكن تستخدمه بعد كده. فالموضوع كان خانق قوي بصراحه في حته ان انت مضطر يبقى عندك البيجز كتيره دي. والموضوع ده بكل بساطه بعد الاي او اس 14 هتفضل دايس على الشاشه بس لفتره طويله، هتقدر ان انت تعمل هايد او تخبي كل البيجز اللي انت مش محتاجها، هتلاقيها كلها في الاب لايبرري على يمين خالص. هيبقى سهل عليك ان انت تعمل سيرش مثلا، وهتبقى متقسمه الفولدرز. وسيري دلوقتي برده شكله اتغير، الايكون بتاعته بقت موجوده في تحت الشاشه على شكل كوره، وشكله فيوتشرستك او مستقبلي قوي بدل ما كان بياخد الشاشه كلها. ولذيذ دلوقتي لما تيجي تسال اي حاجه سيري هتلاقي الاجابه بتاعتك موجوده في فلوتنج او طايره على اول سكرين من فوق. الموضوع ده شايفه عملي من ناحيه ان انت تقدر تشوف ايه اللي موجود في الباك جراوند بتاعت سيري، مش لازم ان انت تخبي لك الشاشه كلها. والمعلومات اللي عن سيري دلوقتي بقت اكتر، بقت تقدر ترد عليك بطلاقه اكتر. وتجربه المالتي تاسكينج في الاي او اس 14 هتختلف معاك جدا بعد الفيتشر بتاعت البيكتشر ان بيكتشر. فانت دلوقتي لو بتتفرج على فيديو مثلا وجات لك مسج مهمه، ممكن ترد عادي والفيديو هيبقى شغال في الباك جراوند، فالموضوع هيخلي المالتي تاسكينج فعلا احسن كتير. وفي شويه فيتشرز في ابلكيشنز لذيذه برده زي المسجز مثلا، حاجه من اللي بتخنقنا كلنا ساعات ان انت تخش جروب مثلا وكل شويه جروب يفضل يبعت حاجات انت مثلا مش مستفيد بيها. حركه ذكيه جدا من ابل ان حد لما يجي يكلمك مثلا او يعمل لك منشن فيطلع لك بوب اب اللي بعت لك المسج نفسها. والانيميشن بتاعها بصراحه لذيذ قوي، هتلاقي الصوره مثلا بتاعت الجروب هيطلع لك منها بود او شبه البذره كده بصوره اللي بعت لك المسج نفسها. وفيتشر برضه لذيذه قوي حته ان انت مثلا لو بتتكلم مع حد وفي زحمه في الكلام قوي، فانت ممكن تبين الكلام اللي بينك وبين الشخص اللي بتتحاور معاه. بس في شويه فيتشرز لذيذه برضه بس ما اظنش انها بتستخدم في المنطقه العربيه في الجوجل مابس. عندك مثلا زودوا زي بايك راوتس مثلا او مسارات للعجل، لو انت بتحب تسوق العجل جدا فيقول لك المناطق اللي ما فيهاش عربيات مثلا تقدر تسوق العجل براحتك فيه. وزودوا برضه الاي في راوتنج اللي انت لو معاك عربيه كهربا مثلا فيقول لك اقرب المحطات ليك ونوع الشحن ده اذا كان مناسب لعربيتك ولا لا. واتمنى الموضوع ده برضه يتوفر في جوجل مابس مع انتشار العربيات الكهرباء في مصر وفي العالم العربي. ومن اروش الديموز اللي شفتها في المؤتمر ان ايفونك يبقى مفتاح عربيتك، واول عربيه موجود فيها الفيتشر دي هي بي ام دبليو ام 5 2021. وابل برضه لسه بتتعاقد مع شركات تانية غير بي ام دبليو وفورد، والموضوع ده بيشتغل من خلال الان اف سي بتاع ايفونك، انك تحطه على باب العربيه بتاعتك فالعربيه تفتح، بعد كده تحطه في مكان الشحن وتدور العربيه وتطلع يا معلم. والفكره اللذيذه ان انت ممكن تعمل اكسس مثلا لحد تاني، مثلا لو ابنك وانت عايز تخليه يسوق بسرعه معينه فانت تبعت له الاكسس بالسرعه المعينه دي. بس الجوانب المقلقه اللي شايفها في الموضوع حته انك تخيل كده يبقى ايفونك مثلا محفظتك ومفتاح عربيتك وموبايلك وانت طالع مثلا مشوار او مسافر وموبايلك فصل منك. طب بصراحه مش عارف الموضوع ده هيتعالج ازاي، بس صعب انك عربيتك تبقى من غير مفتاح، يعني كده عربيتك تفضل مقفوله ومش هتعرف ترجع ولا تروح ولا تيجي، وهتضطر في الاخر تاخد تاكسي وتروح. وعندك برضو اخر حاجه مهمه، وهي كانت الاب كليبس، هي ابلكيشنز مصغره من اب كبير. فالموضوع بقى بسيط جدا، حته ان انت مثلا بدل ما تنزل ابلكيشن كبير مثلا ماكدونالدز ولا حاجه وانت بتشتري من هناك، فانت كل اللي هتعمله هتنزل ابلكيشن صغير اللي هو في حدود 10 ميجا بايت تقريبا وتستخدم موبايلك وخلاص كده انت اشتريت اللي انت عايزه. في شويه فيتشرز برضو مستخبيه في الاي او اس زي ان انت ممكن تقدر تعمل دبل تاب او تريبل تاب على الموبايل، تقدر تكستمايز الموضوع دوت على حسب ما انت حابب. لو عايز
تفتح سيري مثلا بدبل تاب او تريبل تاب عشان تفتح مثلا كنترول سنتر. بعدين جه دور الايباد او اس 14. بصراحه توقعت ان الابديتس ممكن تبقى اكتر من كده يعني، بس مش مشكله، هتلاقي سيري برضو الايكون بتاعته اتغيرت، تلاقي موجوده تحت على يمين خالص. العيب بصراحه اللي شايفه لغايه دلوقتي في سيري في الايباد او الايفون حته ان انت الباك جراوند ما تقدرش انت تتحرك فيها براحتك. يمكن الموضوع في الايفون متقبل شويه لان انا اصلا مش هحتاج ان انا اسكرول قوي، بس على الاقل في الايباد اللي انت تستفيد بالشاشه الكبيره. كل الفيتشرز طبعا اللي قلناها في الاي او اس 14 هي موجوده برضو في الايباد او اس 14، وحته المكالمات برضو حد اتصل بيك هتلاقي ان انت ممكن تعمل سوايب او ما تردش عليه عادي جدا. واحسن ابديت بصراحه شفته في الايباد او اس 14 هو موضوع السكريبل. وانت برضو في مشروع مثلا لو عايز ترسم مثلا بنتاجون او الشكل الخماسي، هو هيبقى شكل هندسي كويس جدا لوحده، ممكن تكتب اي حته في السكرين وهتتحول لكتابه افتراضيه. فالسيرش فيه كمان بقى اذكى، يعني انت مثلا ممكن تكتب كلمه او اسم مثلا فيقول لك اه انت رحت مثلا ويب سايت ده قبل كده مثلا او دوت في الكونتكست بتاعتك. في الايباد او اس برضو كان في حاجه تروشه قوي، حته ان انت ممكن الكنترولر بتاعك بتاع الاكس بوكس ممكن تتحرك بيه يمين وشمال، والموضوع ده مفتوح للمطورين وفي حاجات حماسيه جدا لسه هنشوفها. وبرضو تقدر تستخدم الماوس والكيبورد عشان تلعب على الايباد. في دلوقتي فيتشرز بقت لذيذه جدا في الايربودز، تقدر تنقل من جهاز للتاني سيملسلي من غير ما تضطر ان انت تعمل ريكونكت في الماك بوك بتاعك والايباد مثلا الايفون. ممكن تبقى قاعد مثلا على الماك بوك وحد اتصل بيك على موبايلك فهترد على طول من غير ما تعمل ريكونكت ولا حاجه، لا انت هترد هتلاقيه عمل كونكت على طول. حاجه روشه جدا بصراحه وموجوده في الايربودز برو بس، وهي السبيشال اوديو، حتى ان انت يبقى عندك سراوندنج ساوند. متخيل انت محتاج كام سماعه عشان تعمل سراوندنج اوديو دوت؟ حوالي 9 سماعات تقريبا في كل الاركان. مش منطقي طبعا ان هي تبقى بجوده سماعه ب 80 او 100 الف جنيه. فانت مش متخيل مثلا انك توصل الثمان سماعات في حاجه قد عقله الصباع تقريبا في ودنك وتقدر تديك الفيتشر دي، فدي حاجه تبقى جامده جدا بصراحه. وعشان تدي احسن كواليتي لحاجه زي كده فهي بتستخدم كل حاجه في الموبايل بتاعك، كل المعلومات مثلا زي الجيروسكوب مثلا والزوايا بتاعتك حركتك نفسها والسنسورز الموجوده في الايربودز برو. وبرده في الواتش او اس في شويه فيتشرز الخلفيه بتاعت الساعه نفسها ممكن تعمل ليها شير مع اصحابك، والموضوع دلوقتي بقى مفتوح اكتر مش محكوم على الواتش فيسز بتاعت ابل بس. والحاجات برده اللذيذه والمفيده جدا في الواتش او اس 7 ومناسبه جدا للاجواء اللي احنا فيها، وانت بتغسل ايدك مثلا تبدا تستخدم المايك بتاع السماعه وتسمع صوت الميه، بتبدا تعمل فايبريشنز خفيفه كده وانت بتغسل ايدك عشان تخلص 20 ثانيه. فلو انت مثلا اتلخبطت او جربت تسرع مثلا في ال 20 ثانيه فيقول لك لا استنى انت قدامك 7 ثواني لسه ما خلصتش، وهو متخلص بتقول لك ويل دون. فالموضوع بصراحه هيبقى مسلي جدا وانت بتغسل ايدك. واللي شايفه جامد جدا برده ان الاي او اس 14 هيفضل متوفر معاك لحد الايفون اس اي الجيل الاولاني ولحد برده الايفون 6 اس وال 6 اس بلس، والايباد او اس برده هيفضل متوفر معاك لحد الايباد اير 2 والايباد اير الجيل الثالث، برده متوفر للايباد برو 9.7 انش اول ايباد برو اتعمل اصلا. الطفره اللي قبل عملتها في 2005 لما نقلت البروسيسورز بتاعتها من الباور بي سي لانتل، والنسخه الجديده واللي فيها تغيير جذري وهي الماك او اس 11 بيكسر. لو بدانا باول حاجه في الديزاين هتلاقي ان فعلا في تغيير جذري عن الماك او اس 10، وبصراحه احلى حاجه في ابل انها بتهتم بكل تفصيله لما بتيجي تعمل حاجه كويس قوي. فدلوقتي شكل الايكونز اتغير وظبطوا زراير التحكم في الكنترول سنتر، فكل الكنترول سنتر والنوتيفيكيشن سنتر موجودين دلوقتي في ماك او اس، فهيديك تجربه تانية خالص وانت شغال عليه. واكبر تغيير بتلاقيه في سفاري، واخيرا بقت تقدر تكستمايز الستارت بيج بتاعتك اللي هو دلوقتي تقدر تظبط الحاجات اللي ممكن تفتح لك اول ما تفتح سفاري. هتلاقي سفاري الاداء بتاعه بقى اسرع بشكل ملحوظ زي الاي او اس 14، وابل بتقول انه بقى اسرع من الكروم ب 50% تقريبا. بقى عندك برده كام فيتشر لذيذه كده، يعني مثلا لو انت عندك تابس كتيره وجيت تشاور على اي تاب منهم هيطلع لك كده صوره صغيره بيوضح لك انت كنت فاتح ايه، بدل ما تضطر ان انت تفتحها وتحمل من الاول الجديد وتسحب نفسك على الفاضي، فبتوفر لك وقت كتير. بقى عندك برده ايكون للترانسليشن تقدر تترجم بيها الصفحه كلها في سفاري. اكيد الحاجات دي عارفين احنا شفناها فين كده بس مش مشكله، اهم حاجه انها بقت موجوده. وبقى عندك برده زي نسخه سفاري بتاعت الاي او اس ان البراوزر بتاعك بيبقى امن قوي، ولو فتح اي ويب سايت ساعات مثلا بيبقى فيه اكستنشنز او اللي هي الصفحات الزياده اللي بتفتح لك مره واحده، فالمفروض الاكستنشنز دي بتتعدى على الخصوصيه بتاعتك وتبقى عارف انت شغلت ايه في الهيستوري. انت اللي بتدي الصلاحيه للويب سايت معين وبيشتغل لفتره معينه على حسب ما انت عايز، حتى لو ليوم واحد. الثوره اللي ابل هتعملها واتكلمت عنها وهي انها تعمل السيليكون الخاص بيها. تخيل ان ابل تعمل البروسيسور بتاعت الماكس بتاعتها بنفسها، واحنا عارفين اصلا مدى قوه العتاد بتاع الشيبسيت بتاع ابل زي اللي كان موجود في الايفون اكس والايفون 11 بعد الثوره اللي قلنا عليها في 2005 لما نقلت من الباور بي سي للمعالجات انتل. الفكره في معالجات انتل ان هي قويه اه بس تستهلك طاقه كبيره جدا، بس ابل بالليفل بتاعتها هي عايز تنقل الموضوع لليفل تاني خالص، انك بتاخد اقوى اداء ممكن تعمله مثلا كمنتجه والعاب وفي نفس الوقت بتستهلك طاقه قليله جدا. الفكره في معالجات ابل زي موجوده برده في الايباد برو 2020 هي العتاد بتاعها قوي جدا، ابل هي الوحيده اللي قدرت تطلع المقاومات دي من العتاد بتاع ارم. اللابتوب بتاعك ممكن يقعد 10 او 12 ساعه من استخدامك التقيل زي موبايلك كده، كل ده من غير ما تحطه على الشحن وانت بتشتغل شغل تقيل وبتمنتج وكده، فالموضوع بصراحه هيبقى قوي جدا.
ساعتها بقى هبيع اللي ورايا واللي قدامي عشان اجيب ماك بوك وابدا امنتج عليها الفيديوهات بتاعتي. خلينا ناخد بقى شويه اخبار حماسيه في السريع كده عن عينه الايفون 12. في اخبار حماسيه وحلوه جدا وفي نفس الوقت في اخبار غريبه نوعا ما. انا اول ما شفنا الموضوع دوت السنه اللي فاتت من قبل اتضايقنا نوعا ما. الايفون 11 بيبقى داعم الشحن السريع بس اللي جاي لك في العلبه بيبقى شحن بطيء. دلوقتي ابل قالت ما تزعلش واحنا مش هنحط لك شحن خالص العلبه. بهزر، لا ما قالتش كده، بس الفكره دلوقتي ان هو انا ما حطيت لك شحن في العلبه ليه؟ يعني دلوقتي التايب سي موجود من 4 أو 5 سنين تقريبا في معظم الاجهزه اللي بنشتريها. فانت دلوقتي لما تشتري موبايل جديد بتايب سي فانت اوريدي عندك الشحن القديم، هتخلي الشحن بتاعك مقفول وسايبه في العلبه. وده اللي قبل فكرت فيه، انت معظم موبايلاتك اصلا بنفس الشاحن، فانا هديك شحن ليه؟ ملوش لازمه. في نفس الوقت هي بتعمل حاجه مفيده جدا انها بتتخلص من الاي ويست، واظن انها حركه ذكيه نوعا ما عشان تقدر توفر لك شويه في سعر الايفون لاسعاره فعلا هتبقى خرافيه. هقولها لكم كمان شويه. واظن ان ابل عملت كده قصده عشان تعود الناس، لان في 2021 في تسريبات بتقول ان الايفون هيبقى من غير مداخل شحن اصلا، كل حاجه فيها تبقى وايرلس. خلينا بقى نخش على التسريبات الحماسيه في عيله الايفون 12، والتسريبات دي برده هترد على حاجات كتير اكيد انت سالتها نفسك. في العموم احنا اتعودنا من ابل ان ابل بتعمل لك تصميم مثلا بيقعد معاك فتره معينه لكام سنه، بعد كده بتغير التصميم دوت. خلينا نرجع بالزمن شويه كده ونمسك الايفون 4 مثلا الايفون 5 اللي هم شبه بعض تقريبا، وبعد كده هتاخد التغيير بتاعك في الايفون 6 لحد قبل الايفون اكس. دلوقتي الايفون 11 ما حصلش فيه تغيير، وبعد كده جه دور الايفون 12. وقبل دلوقتي مزجت بين فتره الايفون 4 والايفون اكس، واخدت برده من الايباد برو حته المربع الكاميرات اللي ورا. خلينا طيب نشوف شكل الايفون 12. هي طبعا كل دي كونسبتس بس مصادر قويه جدا، يعني هتلاقي مثلا الفريم بتاعه بقى شبه مسطح زي كده، والبيزلز او الحواف دلوقتي بقت ارفع بكتير، وشكل الكاميرات المحطوط في مربع من ورا مع سنسور اللايدار اللي زي شفناه في الايباد برو 2020 والمسؤول عن حاجات كتيره متعلقه بالاوجمانتد رياليتي. طبعا التصميم شكله خطير جدا مع لوجو ابل طبعا الموجود في نص الظهر ومصنوع من الازاز، واتمنى بصراحه ان هو يبقى فروستد كده زي الايفون 11 برو. وعلى حسب التسريبات برده ان السمك بتاعه هيبقى ارفع حوالي 7 ملم، وده تقريبا هيبقى اكتر موبايل كومباكت لغايه دلوقتي. طبعا عينه الايفون 12 هيبقى فيها 4 نسخ أو 3 نسخ لسه مش عارفين. احنا لو قلنا ان هم 4 نسخ، الايفون 12 والايفون 12 ماكس والايفون 12 برو والايفون 12 برو ماكس. طبعا اكبر واحد هو الايفون 12 برو ماكس واللي تقريبا حوالي 6.7 انشز، وده هيبقى اكبر موبايل من ابل وبالتالي اكبر بطاريه. وطبعا البيزلز اللي اصغر بواحد ملي زي ما قلت عن الايفون اللي فات، فشبه مفيش حواف تقريبا مع النوتش الصغيره نوعا ما. كنت منزل ريندرز على البيج بتاع الفيسبوك من فتره، فما تنساش برضه تروح تعمل لايك هناك. فدي بصراحه حركه ذكيه من ابل، مش عارف ليه ما عملتهاش من فتره، حتى انها تخلي سماعات المكالمات تحت الفريم بشويه عشان تصغر مكان النوتش. وعلى حسب التسريبات برضه ان هيبقى في كونكتور جديد، لسه مش عارفين الكونكتورز دي هتبقى لايه، الشحن مثلا ولا الكيسز، لسه الله اعلم مش عارفين. طبعا البروسيسور بتاعه هيبقى A14 بايونيك، وهيبقى انتجريتد جواه مودم 5G. تقريبا هتبقى اول تشيب تشتغل بتقنيه ال 5 نانومتر واللي هي هتوفر جدا في البطاريه. اعتقد انها هتبقى حاجه منطقيه مع شاشه 120 هرتز على الايفون 12 برو والايفون 12 برو ماكس. على حسب التسريبات برضه ان السماعات هتبقى صوتها اعلى بنسبه 15%، بس تخيل كده بقى الاي او اس 14 والويدجتس والاب لايبرري وكل حاجه فيه تقريبا اتكلمنا فيها وما اتكلمناش. فمع الايفون 12 اظن ان دي هتبقى اكبر استفاده انت هتاخدها من اي تليفون. بعد 7 فيديوهات تقريبا بقى في اكتر من 550 شخص عملوا اشتراك في القناه، فده معناه انك استفدت وحبيت المحتوى بتاعي. كونك استفدت بمعلومه ولو واحده بس حتى لو ما عملتش سبسكرايب في القناه فدي حاجه تفرحني جدا. بصراحه الحاجات دي ممكن تبقى بسيطه جدا بالنسبه لك وتافهه، بس هي بتفرق معايا جدا ان انت تعمل سبسكرايب او شير او لايك للفيديو، فدي حاجه بتشجعني عشان اطور من المحتوى بتاعي اكتر. والوقت جه دور الاعلان عن السحب عن الجيف اواي زي ما وعدتكم اول ما نوصل ل 500 سبسكرايبر. وعندي مفاجاه صغيره برضو فوق السماعتين دول، هدايا للناس اللي هتاخد السماعتين دول، فان شاء الله لغايه ما الفتره دي تعدي على خير فانا هديكم ماسكس مطبوع عليها اللوجو بتاع الشانل. فلو لسه مشتركتش في الجيف اواي لغايه دلوقتي فقدامك فرصه لغايه بكره. انا حاسس ان الفيديو ده طول قوي، فهنخلي النيو تيرم او مصطلح التقني الجديد بتاع الفيديو دوت للمره الجايه. اهم حاجه ما تنساش تقول لي ايه رايك تحت في الكومنتس، انت متفق معايا في رايي على المؤتمر دوت والايباد او اس والاي او اس وكل الحاجات اللي قلناها النهارده ولا لا. وبرده لو عايز تجرب نسخه البيت هسيب لك اللينكات بتاعتها تحت زرار اللايك. خلينا بقى ناخد شويه كومنتات من اخر فيديو. جالي اول كومنت من احمد بيقول لي هو الاس 540 بيسخن في الاستعمال العادي؟ كاستخدام عادي يا صاحبي براوزنج، حتى بتتفرج على اليوتيوب او مشغل سبوتيفاي مثلا فما بيسخنش خالص، بس اهم حاجه ما تكونش حاطه على سطح مكتوم زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات. خلينا ناخد الكومنت اللي بعديه من احمد شاب بيقول لي رايك انهي فيهم احسن كاداء للمونتاج؟ كاداء للمونتاج ال 340 احسن بس مش بفرق كبير عن الاس 540. جالي برده كومنت من هشام بيقول لي مشكله النقطه الصفراء في الشاشه، ارجو منكم الرد عليها في الفيديوهات القادمه. بص انا شكيت في الموضوع انها بسبب شاشه اي بي اس، وطلع فعلا انها بسبب شاشه اي بي اس وما فيهاش اي مشكله. برده لو مشتركتش في الجيف اواي هسيب لك اللينك تحت زرار اللايك. بس كده وده الفيديو بتاع النهارده. Thank you so much guys for watching and I'll catch you guys in the next one. شكرا جدا انك شفت الفيديو لغايه دلوقتي، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. Peace. When did I lose you?